ومن مدارس شهر رمضان أنه يحبب إلى الإنسان إلى قلب المؤمن ذكر الله عز وجل. ومن أفضل ما في شهر الصيام وكله فضل وخير أنه طريق للقرآن. ففي شهر رمضان تلهج الألسنة بتلاوة كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. في شهر رمضان تعج مساجد المسلمين وتعج بيوتهم وتعج مجالسهم بذكر الله سبحانه وتعالى من تلاوة القرآن. أسعد الناس في شهر رمضان من عرض قلبه وقالبه على القرآن. أسعد الناس من وقف أمام القرآن لكي يسأل نفسه عن كل ما يكون منه ظاهرا وباطنا سرا وعلنا لكي يسمع ماذا أمره الله، هل فعل أمره، وعن ماذا نهاه الله، هل اجتنبه. فإذا فعل ذلك طابت نفسه وصلحت أحواله. ومما يعين على هذه الأعمال الصالحة ومما يعين على هذه الأعمال الطيبة المباركة من الوصايا التي كان يوصى بها طبعا أولها الدعاء. تستفتح شهر رمضان فتتحرى مواطن الإجابة، مثل عند فطرك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه للصائم دعوة لا ترد عند فطره. فإذا دنوت من الفطر قل اللهم إني أسألك أن تبارك لي في هذا الشهر، سر ربك أن يعطيك أفضل ما أعطى صائما إذا صام، سر ربك أن يجعل هذا الشهر وسيلة وطريقة إلى صلاح قولك وعملك، ولا تغتر بما أنت فيه من الخير، دائما تحتقر نفسك وتسأل الله أن يرفع درجتك وأن يصلح من أحوالك وأن يسددك وأن يوفقك. فمن أعظم ما يعين على هذه الأعمال الصالحة كثرة الدعاء. وثانيا مما يعين على الفوز بشهر رمضان وكان يوصي به بعض العلماء رحمهم الله، أن الإنسان يتصور إذا كان في اليوم الأول من رمضان أو اليوم الثاني يتصور وكأنه في آخر الشهر، وكأنها آخر ليلة من رمضان، أو كأنها آخر يوم، وكأنه آخر يوم من أيام رمضان. ماذا يتمنى؟ يتمنى أنه ما فاته من رمضان لحظة، فضلا عن دقيقة، فضلا عن ساعة، إلا وهي في خير أو بر. ومن هنا دائما حتى في قيام الليل بعض الصالحين يقول أنام أول الليل على رجاء أن أقوم آخر الليل، ويريد الله سبحانه أن تنام عيني فلا استيقظ إلا قبل الفجر بربع ساعة أو 10 دقائق، فيتفطر قلبي حزنا وندما وألما وأنا أعلم أن الله سيكتب لي أجر القيام. ولكن حينما أقوم وأفعل القيام حقيقة ليس كما لو كتب لي أجرا، لأنه يحب أن يناجي ربه، يحب أن يقف بين يدي ربه. فإذا استيقظ قبل الفجر بربع ساعة تفطر قلبه ألما وحزنا على فوات هذا الفضل والأجر. يقول سبحان الله، يفوتني القيام في تلك الليلة فأستفيد منه ليال. قلنا كيف، كيف يا شيخ، كيف يحدث هذا؟ قال لأنه إذا فاتني القيام تلك الليلة شعرت كلما قمت بعد ذلك بفضل القيام، لأنه إذا استيقظ قبل الفجر بساعتين ثلاث أحس بقيمة الساعتين والثلاث لأنها قد فاتت. ففوات الخيرات يذكر بفضلها ويذكر بأجرها وخيرها وبرها. فالإنسان إذا أحس أنه في آخر رمضان أو أنه في آخر يوم من أيام رمضان، هذا إذا كان قلبه يقظا ونفسه يقظة، القلب الحي هو الذي يتأثر. فالإنسان إذا كان في آخر يوم من أيام رمضان وأراد الله أن يحيي قلبه، من أصعب الساعات في رمضان آخر ساعات شهر رمضان. ما يقف إنسان مؤمن كامل الإيمان في آخر ساعة من رمضان، ولو أنه صام رمضان وقام والله لا يقف إلا وقلبه متفطر من خشية الله سبحانه وتعالى، لأنه مهما عمل من الأعمال الصالحة فهو مقصر. فإذا وقف في آخر ساعة يحس أنه قد سبقه السابقون، وأنه قد فاته الفائزون، وأنه أحقر من أن ينال. فعنده يتفطر قلبه أن ويتمنى أنه في أول الشهر حتى يستكمل ما فاته من الخير والأجر. هذا الشعور أنك كأنك في آخر يوم من رمضان
يحرك قلبك إلى أن تزداد بكل خير. ومن هنا قالوا فوات الفرصة، يعني الإنسان إذا استشعر أنه قد فاتته الفرصة يعين على صلاح العمل. استشعار فوات الفرص كما قال بعض السلف كان من أكثر الناس عبادة، صواما قواما. قيل له كيف بلغت هذا المبلغ، ماذا تفعل بنفسك؟ فقال رحمه الله إني صورت نفسي أمام الجنة، فقلت يا نفس ماذا تشتهين؟ قالت أشتهي أنني في الدنيا أزداد من العمل حتى أنال أعلى الدرجات في الجنة. ثم صورت نفسي وكأنني أمام النار أنظر إلى سعيرها وأغلالها وجحيمها، فقلت يا نفس ماذا تشتهين؟ قالت أشتهي أن أعود إلى الدنيا فأنجو من عذاب الله. فقلت يا نفس ها أنت في المهلة. الإنسان الذي يستشعر أنه قد فاته رمضان يعرف قيمة رمضان، ويستشعر أنه في آخر يوم من رمضان يعرف قيمة العمل في رمضان. فهذه من الأسباب التي تعين على اغتنام رمضان، كذلك من الأسباب التي تعين على حياة النفس وحصول الخير والبر في شهر الصيام والقيامة مما يوصى به في شهر رمضان، الفرار إلى المساجد والأنس بها والأنس بالله عز وجل فيها. يفر المؤمن من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. ما من عبد مؤمن بالله محسن في عمله يدخل بيتا من بيوت الله إلا تولت الدنيا وراء ظهره. والله لو أن عليه هموم الدنيا فبمجرد أن تطأ قدمه المسجد ويضع قدمه في بيت الله عز وجل إلا تولت عنه همومه وغمومه وفتحت له أبواب الرحمة من ربه. فالمساجد بيوت الله عز وجل، بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. تفر إلى بيوت الله. ولذلك أثر عن السلف رحمهم الله أنهم كانوا إذا دخل عليهم شهر رمضان فروا إلى المساجد وقالوا لا نفسد صيامنا ولا يفسد أحد علينا، أي يفرون إلى المساجد يتلون فيها كتاب الله عز وجل، يخافون أنهم لو رجعوا إلى بيوتهم أن يحصل اللغو والرفث، وإذا خالطوا الناس ربما حصل اللغو والرفث. فيحرص الإنسان على المساجد ويأنس فيها ويدمن ذكر الله عز وجل فيها. كذلك أيضا مما يعين على اغتنام شهر رمضان غشيان حلق الذكر وكثرة سماع القرآن وكثرة سماع المواعظ ومحبة العلماء والقرب منهم والأنس بهم والعمل بما يوصون به. فإنه ليس المهم أن تسمع المواعظ وليس المهم أن تسمع المحاضرات، ولكن الأهم الأهم كل الأهم أن تعمل بما يقال، لأن الله يقول ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم أشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. العمل بالمواعظ. فالذي يريد أن يغتنم شهر رمضان يستمع إلى النصائح والوصايا ويطبقها. الوصية الأخيرة التي يوصى بها نتواصى بها جميعا من بعد الصيام الحرص على قيام شهر رمضان، الحرص على قيام الليل وإحياء الليل ما أمكن، خاصة في العشر الأواخر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الشهر فرض الله صيامه ورغب في قيامه، فقال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقيام رمضان مغفرة للذنوب، وقيام رمضان خير وبركة. يقف الإنسان في هذا الشهر المبارك، يقف أهل الإيمان في شهر الصيام وشهر القرآن يتزودون منه إلى سائر السنة. العبد الصالح يقف في شهر رمضان يقوم ليلة، فإذا انتهى شهر رمضان تعود قيام الليل وسهل عليه قيام الليل. ولذلك من الناس من خرج من شهر رمضان بقيام الليل، ومنهم من خرج من شهر رمضان بختم القرآن كل 3 ليال، ومنهم من خرج بختم القرآن كل 10 ليال، وهذا كله على حسب فضل الله عز وجل للعبد. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل لنا ولكم في ذلك أوفر الحظ والنصيب.